أخي أحمد، أنا عندي قناعة، وأعتقد يعني من خلال تشرفي بالمشاركة ببرنامجكم عبرت عنها مرارا. هذه مسألة ضغط، مجرد ضغوط لتحقيق الاختراق الدبلوماسي. لا أعتقد وأستبعد كليا أن تكون أي من الإدارات الديمقراطية معنية حقا في تغيير النظام الإيراني أو توجيه ضربة ساحقة ماحقة لإيران. هذا ليس من شيم الإدارات الديمقراطية المتعاقبة، التي للأسف أول تعامل مع النظام في إيران، النظام الملالي، تم تدجينه في عهد كارتر الديمقراطي، جيمي كارتر، وتغيرت الأحوال من كلينتون إلى أوباما الأولى والثانية والآن الثالثة عبر إدارة بايدن. لا يوجد نية لقطع هذا التواصل مع إيران، ولكن أحيانا يكون ناعما وأحيانا خشنا. وأعتقد أن بايدن في إطار المتبقي من إدارته، الآن أعلن عن نيته الترشح رسميا لإدارة ثانية، بمعنى 4 إدارات لأوباما. هل سيقوم الرئيس بايدن في هذه الفترة الحرجة من صراعات في تايوان، في أوكرانيا، وضع اقتصادي ينذر بكساد غير مسبوق على المستوى العالمي وليس فقط الأمريكي، هل يعتقد بأن هذا هو الجو المؤاتي لاستخدام الورقة الأخيرة في التعامل مع طهران وهي القوة العسكرية الطاغمة؟ أعتقد لا. المطلوب هو مجرد تحسين شروط التفاوض والضغط أكثر على طهران، الإيحاء بأن هناك انفراج عن طريق ما قامت به بكيم من وساطة. هناك مؤتمرات، ويعني لاحظنا مثلا اجتماع جدة التشاوري في رمضان المبارك فيما يتعلق في سوريا، فيه كانت رسائل لإيران. غدا تستضيف العاصمة الأردنية عمان اجتماعا هاما أيضا عربيا، من أهم من يشارك به العراق وسوريا. وهذا الأمر مرتبط بشكل أو بآخر بترتيبات تخص المنطقة بأكملها. الموضوع يتعلق بسوريا، إعادة تأهيل سوريا، عودتها للجامعة العربية، يتعلق بأجواء جديدة لا ينبغي لإيران تكون فيها عدوا لأكثر من دولة عربية. فهذا يميل إلى التهدئة والتبريد. الآن لماذا هذه الخيارات العسكرية تذكر صانع القرار في طهران بأن القوة العسكرية ما زالت موجودة؟ هي للضغط، لإيصال رسالة أن هذه المنابر، هذه المحافل التي يتم تزويد الأطراف المعنية بالموضوع الإيراني سواء على يمين هذا الموقف أو يسار، بمعنى ضد أو مع، هذه فرص دبلوماسية تتكرر على أمل أن لا تصل الأمور إلى الصدام والقطيع.